أجواء جميلة هنا، مشاهد خيالية، حضور كبير. انتظر هل يفعلونها؟ الإجابة فقط ستكون تغطيتنا المباشرة والحصرية. سيداتي نساتي سادتي، أجمل تحية لكم من ملعب الملك فهد حيث تقام مباراة اليوم في ظل الأجواء الجميلة والطقس المثالي. تحياتي محدثكم فارس عوض من كابينة التعليق. الطموحات عالية والأمال كبيرة في هذه المباراة، حيث سيكون فريق الهلال السعودي يواجه فريق برشلونة. مباراة مثيرة، الكل متحمس لمشاهدة. الآن فرصة هدف في المرمى، يتصدى حارس المرمى. ركنية باتجاه المنطقة. ضغط يأتي بنتيجة وكرة إلى خارج الملعب. هذه التشكيلة اللي يبدأ فيها نادي الهلال. ياسين بونو في حراسة المرمى. سعود عبد الحميد، ميتروفيتش، الله على التصدي. تدخل ممتاز، افتكاك للكرة، تدخل بثبات، انظر إلى القوة. واضح أن الجماهير غاضبة من عدم احتساب ركلة جزاء لصالح الفريق وتشعر بأنها كانت مستحقة. قد نشاهد فرصة في هذه اللحظات. هي الفرصة، الله على التصدي من تير شتيغن. يرسل كرة لوسط المنطقة. ليفا يتدخل ويستعيد الكرة لفريقه. فرانكي ديونغ، عرضية بشكل خاطئ وصلت إلى حارس المرمى. يتعرض لضغط كبير. تقدم بثبات نحو المقدمة. هل يتقدم في النتيجة؟ تدخل ممتاز ينهي الخطورة في هذه اللحظات. بينية تضرب الدفاع من ديون. يا رباه كيف ضاعت هذه، كانت فرصة متاحة للتسجيل. الهلال يفقد الكرة. أراخو، حكمة المباراة تعطي إتاحة الفرصة. فرصة خطيرة، حارس المرمى ينجح في التصدي. حقيقة لم يكن من المتوقع بأن تمر منا هذه الكرة. ويتغير اتجاهها لتستقر في الشباك. يجب أن لا نقسو على اللاعب في هذا الهدف، حاول أن يبعد الخطورة، اجتهد فيها، لكن لسوء حظ الكرة غيرت مسارها بعد ارتدادها واصطدامها ودخلت المرمى. إذن أول أهداف هذه المباراة مشاهدينا متابعينا. النتيجة 1-0 الآن. ديونغ، تصل عند كانسيلو. رونالد أروخو، غوندوغان، يستعيدون الكرة بتدخل سليم. دقيقة واحدة وقت مضاف بدل ضايع. روبرت ليفاندوفسكي، تنطلق الآن الصافرة معلنة عن نهاية شوط المباراة.
نعود لملعب الملك فهد وبداية الشوط الثاني. ولا مع روبن نيفيز. يا الله فرصة للتعادل. اوهو هدف التعادل. الله على اللعبة. عودة إلى البداية من جديد. الله على هذا الهدف. لا تمل من مشاهدته. يا إلهي على الاستلام والدوران للمرمى ومن بعد إنهاء الكرة بشكل جميل. مرونة جميلة، مهارة غير عادية. هدف تعديل الكفة. التعادل الإيجابي 1-1. جواو فيليكس ينطلق في المساحة المفتوحة على طرف الملعب. ميتروفيتش لا يمكن هذه الكرة. تصدي غير عادي من الحارس. البارسا يقرر الاستعانة بدكة البدلاء. كما هو واضح من خلال الأرقام الفريق يخلق فرص كثيرة ويصنع خطورة كبيرة، لكن حتى الآن غير قادر على ترجمتها إلى أهداف. يحتاج إلى أن يكون أكثر فاعلية أمام المرمى حتى لا يتحسر على هذه الكرات في النهاية. استرجاع جيد للكرة. خرج بالكرة بدون أي مضايقة. برشلونة يستعين بدكة الاحتياط. المباراة تدخل في آخر ثلث ساعة. يخترق ولدي المساحة. ديرشتيجن يبعدها لكن ما زالت خطيرة. حسمت الأمور وانتهت الخطورة. يسير باتجاه المرمى الآن، لكن تنتهي خطورة الهجمة. خلاص تحكم كبير في الكرة وانطلاقة ممتازة. الجمهور يطالب بالتسديد. يا الله على الحارس. يوقف كرة هدف محقق ويعطي فريقه أمل في الفوز في هذا اللقاء. الكرة تبعد في هذه اللحظة. يا رب كرة في المرمى. هدف من لاعب استثنائي في توقيت استثنائي قبل صفرة الحكم بثواني. وهنا إعادة الهدف ولتوضح كيفية جاء هذا الهدف. الخطأ في التشتيت أبقى الكرة في مناطق الخطورة وبالتالي العقاب أتى سريعاً والهدف يسجل في هذه اللحظات. اللاعب يفكر الآن بأن كان ممكن بأن يتفادى هذا الهدف لو شتت الكرة. لحظات درامية مع اقترابنا من نهاية المباراة والنتيجة ربما تكون حسمت الآن. المباراة الآن في أوقات حرجة. 5 دقائق فقط على النهاية. هذه كرة هدف الآن. هذه قد تكون فرصة خطيرة. التشتيت من كوليبالي يبعد الكرة عن المرمى. برشلونة وفريقه يفقد الكرة. وتنطلق الصافرة مشاهدينا لتعلن عن فوز الهلال في مباراة اليوم. الإصرار على الفوز هو مفتاح الانتصار. العزيمة بالتأكيد لمواصلة المحاولة حتى تحقيق هدف الفوز في الدقائق الأخيرة تستحق التحية. لعب مباراة بشكل جيد واستطاع أن يقدم أيضا مجهودات ساندت فريقه لتحقيق الفوز.
الظهور الحاسم يطغى على كل شيء في الملعب. التأثير الكبير في تسجيل هدف الفوز يجعل الأداء مميزا ويمنح الفريق انتصارا في مباراة اليوم.